القضية تاع اليوم بزاف صعيبة ضدنا التنس في ولاية شلف. ما كاش اللي ما يعرفش تنس، مدينة جميلة معروفة بشواطئها الخلابة، لكن شاطئ كافكالا كان مسرح لجريمة مرعبة بعد ما وجدوا فيه جثة رجل محروقة. قضية فيها خيانة، غدر، طمع، حقرة وحتى شعوذة وسحر. ما تعطوش الحكاية تاع اليوم لأنه فيها توعية وعبرة. ألو لولا، عندنا قضية جديدة. سلام الحباب، ان شاء الله تكونوا بالف خير. على بالي كاين اللي يعرفوا هذه الحكايه لانه دات ضجه كبيره كي خرجت، لكن متاكده كاين اللي ما يعرفوهاش. تما قبل ما نبداو ما تنساوش تخلوا جيم، هذا الشيء يعاوني بزاف. تابوني وباش يوصلكم جديد. ويلا، في 7 نوفمبر 2018 راحت مرا واسمها سميه لا جوندارموري في تنس باش تبلغ على اختفاء راجلها. قالت لهم بلي تسكن في بلاصه واسمها القلطه، وبلي راجلها اللي اسمه علي عنده يومين ما بان عليه خبر. داوها للقائد الفرقه باش يسقسيها، يعني يحوس يفهم واش صرا، يعني كيفاش حتى السيد اختفى في ضربه. قالها اسكو كان مقلق، يعني كيفاش كانت حالته اخر مره شفتيها فيه. قالتلو لا كان لاباس بيه، خرج كي العاده. سقساها اذا عنده مشاكل برا ولا مع العائله ديالو، يعني اي حاجه تقدر تعاونهم. قالتلو لا ما عنده حتى مشاكل مع الناس على حد علمي. وقالتلو بلي راجلها ما يخدمش، يعني عنده مده ما خدمش، يخدم من نهار ونهار. لا يديباني برك، ما عندوش خدمه ستابل. يعني سميه ما كان عندها حتى معلومه على راجلها. قالت بلي التليفون ديالو مغلوق وبلي الاهل ديالو كاعدت لهم، قالوا لها ما شفناه ما سمعنا عليه. تما ما عطاتش بزاف معلومات حول ظروف اختفاء راجلها، تقدر تعاون بها افراد الدرك الوطني باش يصيبوه، يعني رايحين يبداو تقريبا من الصفر. على بالهم برك باللي اختارات كديق بخاطر علي يحبط يشمه هو نقي في البحر، هذا ما كان. ايا بعتوها للدار وقالوا لها استني الاتصال ديالنا، اذا كش بصبنا على راجلك رانا نعيطولك. سميه راحت للدار هادي لكن ما كانتش متوقعه واش راهو جايها. شتاره هي دايره حاله، ان شاء الله برك الصوت يكون مليح. المهم داو لي جوندارم يحوسوا عليه حتى وصلهم اتصال مع عند مواطن. قالوا معيط لكم باش نبلغ على وجود جثه في كفكالا على شط البحر في وسط الصخور، ويعني الجثه راهي متفحمه. تخيلوا برك تكونوا تمشوا عادي في البحر تنحوا على خاطركم حتى تطيحوا في مشهد كيما هذا، والله بزاف صعيبه. هنا الدرك الوطني راحوا مباشره الى مسرح الجريمه ومعاهم الشرطه التقنيه والعلمية، يعني باش يديروا كامل الاجراءات اللازمه منها اخذ العينات وباش يديروا لو رابور ديالهم. العينات الاوليه وضحت ان الجثه تاع رجل، وصابوا قدام الجثه موس وبدون تاع ليسونس وبغيكي، يعني باينه نفسها اللي استخدمت في حرق الرجل. وبعد فحص الطبيب الشرعي للجثه باش يعطي يعني تفاصيل اكثر حول المقتول، تبين ان الجثه تاع رجل تعرض الى الضرب في مستوى الراس وزيد ضرب بالسكين على مستوى البطن، يعني بالك مات قبل ما حرقوه نظرا لخطوره الضربات اللي تلقاها، يعني صح كانت مميته والحرق بالك كان للتخلص من الادله. بون ابخي الحاجه الغريبه سيكو خلاو كامل الادله موراهم، الموس البغيكي ليسونس كلش. المهم ما صابوا حتى وثيقه تاكد هويه الرجل، لانه للاسف الجثه ديالو كانت مفحمه، يعني اللي عمل هذا الشيء ما حبش افراد الدرك الوطني يعرفوا شكون. هنا الدرك الوطني فتحوا مباشره تحقيق باش يتعرفوا على هويه الجثه، وعيطوا لسميه اللي بلغت على اختفاء رجلها علي باش يعني اول حاجه يخبروها باللي صابوا جثه وباش تاكد اسكو الجثه تاع رجلها. كي جات للمركز سقسوها قبل اذا كش ما سمعت على رجلها، قالت لهم ما بان عليه والو، راني في 5 ايام ما بانش خبر. وقالت لهم كي عيطوا لي فرحت حسبت لي صبتوه، لكن قالوا لها للاسف ما صبناش، بصح صبنا جثه تاع رجل محروقه وتقدر تكون تاع راجلك، يعني مازال ما راناش متاكدين. حنا الزوجه كيما قادين تيماجينيو دخلت في حاله يرثى لها، وبدات ترجف وحدها خايفه الجثه تكون تاع الزوج ديالها بطبيعه الحال. قالوا لها الدكدوكة للمستشفى، يعني بالك تقدري تقولي لنا اذا هو، باسكو للاسف الجثه كانت محروقه بزاف، يعني سورتو لا بارتي الفوقانيه. تما قالوا بالك في رجله ولا عنده علامه وتقدري تشفي عليها وتقولي لنا اذا هو ولا لا. لكن كي داوها للمستشفى ما عرفتش كامل الجثه، ما عرفتش تعمل. قالت لهم ما نقدرش نقول لكم شكون، لانه صح يعني الجثه كانت محروقه بزاف ما يبانش. خموا فيها دقيقه برك، ديجا شحال صعيبه انه تخسر انسان عزيز عليك وزيد من الفوق يجوا ليك ويقولوا لك صبنا جثه تاع شخص مفحم وبالك تكون يعني الجثه تاع راجلك. ديجا الانسان يشوف جثه محروقه يتشوكا، ايماجيني يقولوا لك لازم دوكا تتعرفي عليها. المهم كي سميه ما قدرتش تقول اذا الجثه تاع راجلها ولا لا، نزعوا عينات بيولوجيه لاخر الشخص يعني المختفي عليه ورسلوها الى معهد الوطني للادله الجنائيه والعلم الاجرام تاع بوشاوي باش يقارنوها بالعينات البيولوجيه تاع الجثه.
كي خرجوا نتائج لاديان تأكدوا باللي الجثة المحروقة هي نفسها تاع المفقود علي. رجل في عمره 42 سنة متزوج وكامل أقارب ديالو شهدوا باللي ناس ملاح ومربي وخاطيه كامل مشاكل، تسمى ما فهموش شكون اللي يقدر يقتلو بهذه الطريقة البشعة. هنا المحققون فتحوا قضية باش يفهموا واش صرا، تسمى بداو يسقسوا الناس الجيران العائلة إذا شافوا ولا سمعوا كش حاجة بيزار. الشخص راح للدرك الوطني وقالهم باللي شاف علي مع واحد من الأقارب ديالو، يعني الأقارب تاع علي ماشي تاع الشخص، واسمه زينو. هذا زينو كان يتلاقى مع علي ويعيط له، وعلى حسب ما قال الشاهد شاف زينو مع علي النهار اللي اختفى بالضبط. كانت كاينه بينه يعني وبين زينو عده اتصالات، تما وقفوا زينو وبداو يديروا معاه استجواب باش يفهموا واش صرا. عاد زينو جن صغير وكيما بزاف شباب للاسف في الجزائر دخلوا الحرقه في راسهم، يعني حابين يخرجوا من البلاد باي طريقه كانت، المهم يخرجوا. مما كانش يخدم بزاف وما عندوش دراهم، تما يعني ما عندوش بواش يخلص الحرقه. المهم حكموه وبداو يديروا معاه استجواب، قالوا له واش كنت دير في كافكاله؟ قالهم كنت انا وصحابي قاعدين نورمال نقصروا، يعني ديما نتلاقاو لتم ورانا قاعدين. وبداو يسقسوا فيه، قالوا له واش يكون لك عليه وناس تقول بلي شافوك معاه اخر مره؟ قال لهم يكون راجل خالتي، يعني سميه زوجة علي تكون خالته. قال لهم نورمال، موالف خطرات نروح عندهم نعيط لهم بحكم انه يعني رانا اقارب. قال لهم بصح ما على باليش واش راني ندير هنا، انا اصلا واش دخلني في هذا الموضوع واش دخلني في التحقيق. قالوا له اسكو عيطت لخالتك بعد وفاة عليه؟ قالهم ايه عيط لها خطره ولا زوج. بما كانش على باله بلي المحققون عندهم ادله تبين باللي عيط لها كل النهار وزيد كل وقت، شط حكمته يعني الرحشه وبدا يكذب. قالهم لا 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 عيط لها غير خطره واحده برك يعني كي العاده. حتى قالهم اوكي دوك نحكي لكم واش صرا. وهنا سمعوا مليح لان الخطه اللي قاموا بها يعني ما تخطرش في عقل الشيطان، والسبب اللي خلاهم يطبقوا الخطه اسوء انا تبلي، يعني صح نفس الانسان ولات ما عندهاش قيمه. قالهم كنت قاعد نورمال لوحدي حتى عيطت لي خالتي سميه وقالت لي لازم تجي عندي اون يورجونس، عندي هضره معاك ما تنهضرش في التليفون وعندي مشكل كبير غير انت اللي تقدر تحلهولي بحكم يعني انك وليد اختي وندير فيك لامان. زينو ما فهم والو، مي بون قالها راني جاي. راح لعندها وبدات تهضر معاه، قالت له على بالي بلي راك مخصوص دراهم. قالها ايه واصلا راني حاب نحرق مما كانش كيفاش. قالت له ما تخممش راني هنا انت عاوني وانا نعاونك. هو ما فهمش، قالها كيفاش هادي تعاونيني؟ تعطيني دراهم مثلا؟ يعني الحاجه الوحيده اللي قادها تعمر له عينه في هذيك الحاله اللي كان فيها هي المزمز. قالت له انا وعلي ماناش ملاح، عندنا بزاف مشاكل يعني ولينا ما نتحملوش. هو ما يخدم ما والو، نهار كامل هو قاعد في الدار وزيد يضل يعس فيا، يعني هي الوحيده اللي تخدم وتصرف على الدار. تما قالت له كرهت، تما عييت، ما يخدم ما يخليني نخدم. قالت له زيد هاد اليامات صبت بخوش شباب ويربح دراهم، مي راهو مبلوكيني على جالو راني نراطي في الخدمه. ونهار كامل الضاريب هو يقول لها واش راكي ديري وما تخرجيش، وهي تقول له راه خدم كيما سيادك. المهم راكم فاهمين يعني الضاريب على واش يدور. دوكا نتوما بالك تقولوا ايه هو علاش ما يروحش يخدم كيما سيادو، يعني مخلي مرتو تخدم معليه. انا على حسب ما فهمت من الحكايه اللي قريتها وسمعتها انه هو يعني كان يحوس على خدمه جوست ما صابش، شوت مشي كان بهذيك العقليه انا ما نخدمش وهذه حياتي وندير واش نحب. لا لا يعني بلوتو هذيك العقليه تاع هذاك معطى ربي وكاينه حاجه راهي جايه في الحكايه، بالك تاكد هذا الشيء دوك تفهمه. المهم كملت تفهموا واش صار بينها وبين راجلها وبلي راهم خسر عليها لو بروجي. دوكا وشنو هاد البروجي؟ حفافه خياطه ولا طيابه؟ جو سي با، طيب الكاطو ولا في العرس تخدم في البيرو؟ وشنو هاد لو بروجي اللي خلى راجلها توسوس منه؟ يعني اذا خدمه نورمال علاش حتى يعيها في حياتها، خاصه اذا يعني هي الوحيده اللي تصرف على العائله؟ بيزار، انت ما تخدم تخلي الواحد يخرج وادو. علي ما كانش يبان من هذاك النوع، تسمى وشنو هاد لو بروجي اللي كسرت له راس وبيح؟ سميه كانت تخدم كل خطره وشنو، المهم تدخل مصروف، حتى عرفت واحد الطالب يعني سحار مشعوذ. مع الاول كانت تروح لعنده هي يعني كانت كليونت باش يدير لها صوالح باش راجلها يخدم والحاله، حتى ولات تخدم معاه. كيفاش اكزاكتومون؟ قلت لكم باللي كانت تخدم من ومن، تسمى ولا عندها بزاف لي كونتاكت تاع نساء ولا تعرف بزاف نساء. ايا ولات غير تتعرف على وحده تعرف
عرضها للدار، واذا المراه عندها كش مشكل وتحكي لها تقولها ما تخافيش عندي الحل. زعما كش مراه حابه تتزوج بما جاهاش المكتوب، هي تقولها ارواحي نديك عند واحد الشيخ متمكن وما تخافيش يقدر يعاونك. يعني تجيب لي كليونت لهذاك الطالب وتدي بورسنتاج معاه، وابارمون كان تربح بزاف المزمز يعني مهد لو بروجي، وكل واحدة تخرج مع هذا الطالب تزيد تعرفها على مرة واحدة اخرى وهي رايحة. ميسومية ديرونجتها حاجة، راجلها بدا يشك فيها يعني وبدا يحس فيها، وهي اللي ما يخدمش قاعد لها كيما نقولوا، يقولها وشنو هاد دخلت والخرجات، شكون هاد النساء اللي راهم يجوا، علاش نهار كامل وانت يعني تهضي في التليفون، علاش نهار كامل وانت برا. يعني بزاف اسئله اللي ما عندهاش جواب، لانه ما كانتش عندها كذبه صحيحه تقولها له من جهه، وجهه اخرى ما راهيش قادره دير واش راهي حابه، يعني ما راهيش اليز. هذا هو البروجي اللي هضرت عليه لوليد خوتها زينو، يعني دراها معموها تاع الصح حتى ولات تشوف راجلها عدو. والاخرانيه كامل ايام قبل ما يختفي عليه كان في الدار نورمال يخرب ويخمليتو، حتى صعب حجاب مخبي. الحجاب هو شوط مخصو تاع قماش وفيه طالام السح، يروحوا عند الطالب ويكتب لهم صوالح فيه وكل واحد فاش يستعملو. المهم فيها الشرك بالله وحرام طبيعه الحال. تما دار لها الطالب ديالها هذاك الحجاب باش راجلها ما يعييهاش ويخليها دير يعني رايها في هذاك البروجي. صف كسابو وفتحو وراح لعندها يستفسر وقالها وشنو هذا هبلتي ما تخافيش ربي. مي هي نكرت كل شيء، قالت له ماشي ديالي، تاع وحده جابت لي دوزان ويعني سيغمون نساتو التم. بداو يضربو وصوتهم وصل حتى لبرا، يعني نفس الهضره تتعاود، واش راكي ديري، وهي تقولو روح تخدم كيما سيادك. مي سمية كرهت مهاد الشيء ومهاد الضريب. خطرة سمية راحت عند الطالب ودات معاها مرا، والطالب قالها ما راكيش تجي بزاف، ما راكيش تجيبي لي نسا بزاف. هي قالت له هذاك الحجاب اللي درته لي راهو صاب وراجلي، تما لازم دير لي واحد اخر باش نقدر نخدم. دار لها حجاب واحد اخر وقالها حاجه ماشي مليحه رايحه تصرى هاد الايام. قالت له غير خير واش كاين؟ قالها ما على باليش، مي راني نشوف بزاف الدم، حاجه رايحه تصرى ويكون كاين بزاف الدم. وراحت للدار وبدات تطلع وتحبط تطلع وتحبط، يعني وين راهو الحل باش تقدر تكمل البروجي ديالها. صححوني اذا غلط، بصح طالب ما يقدرش يشوف المستقبل، يعني غير ربي اللي يعلم الغيب. مي علاش قال لها راني نشوف الدم في المستقبل؟ فهمتي واش حبيت نقول؟ بيزار يقولها هكذا مع العلم انه ما كانش عجبو الحل كيما راهيش تجي بزاف. المهم هي خدمت لها تبان لي وقالت لازم اللي كيديه، بالك يلي طالب قالها شفت الدم ما على باليش. تما عيطت لوليد خوتها زينو وعلى بالها بلي مسحق الدراهم، شو استغلت الفرصه. نرجعو وين كنا، سمية حكات المشاكل الزوجيه ديالها لزينو وقالها واش قادر ندير لك خالتي، كيفاش نقدر نعاونك؟ قالت له راني حابه تقضي عليه، راني حابه تكمل معاه، انا ما نقدرش نقضي عليه وحدي، ونعطيك السومه اللي راك حابه. تما نعطيك الدراهم في نهارك وانت حكم البوطي وحرق، وانا ما عندهم حتى ادله ضدي، ولا يعني ما كان اللي سمع ما كان اللي شاف. مع الاول تشوكا قالها كيفاش نقتلو هبلتي؟ مي قاتلو هي نعطيك 150 مليون. وهنا زينو شاف بلي هذا المبلغ راح يفتح له بزاف ابواب، والباب الاول هو الحرقه، يعني صح ما حبش بقى في الجزائر. تردد شويه من بعد قالها اوكي كيفاش نديرو. قالت له شوف هو هاد الايام راهو يحوس على خدمه، عيط له وقول له راني دبرت لك خدمه، كش ما كاين عندك صاحبك صاب له خدمه كشوط اجونت سيكوريتي في شركه، ايا انت ديه الكاف كالا من جهه لي غوشي وقلت له باسكو هذيك لا بلاص فارغه ما فيها حتى واحد ورميه للبحر. قالها اوكي صح هذيك لا بلاص ديما فارغه، بصح ما نقدرش ندير هذا الشيء وحدي، لازم نجي معايا صاحبي ودا مع صاحبه واسمه مروان. قالت له كونفيونس؟ قالها ما تخميش. ايا تفهموا يديروا هكذا، وفي هذاك النهار تمدلو دراهم. تسمى الخطه داروها، هو راه عند صاحبه مروان يعرضها عليه. هذا مروان كيما زينو عنده مده ملي حاب يحرق مي ما عندوش دراهم. تسمى كي قالوا زينو عندي الحل وزيد قالوا يعني شوف كم لما يحرقوا يوصلوا، شوت مروان طمع. تسمى قالوا فيها روح راني معاك، المهم خرج من هاد البلاد. وزينو وضح له الخطه كيما دارها مع خالته. زينو عيط راجل خالته عليه وقالو مازالك تحوس على خدمه عمي علي؟ قال له والله مازال يعني كيما كنت كيما راني. قالو راني صبت لك خدمه اجونت سيكوريتي في شركه، مي لازم تتلاقى مع صاحبي يشوفك وزيد يعني يفهمك. قالو اوكي ما كانش مشكل، واصلا يعني فرح بزاف ديريكت مقبل. قالو ايه نخدم مدابية، على بيها قلت لكم ما كانش يعني تبان لي كان يتقلش على الخدمه، او كونترير مدابيه يخرج بالحاله اللي كان فيها
جوست ما صابش خدمه. المهم راح الموعد الكافكالا وكان التمزين وصاحبو مروان يستناو فيه، وبداو يحبطوا فيه لابلاج من جهه لي غوشي. هو ما حبش وقال لهم نستناو غير هنا، علاش يعني راكم محبطيني وتمرميده والحاله؟ وهما قالوا له لا لا عمي عليه، لتحت نكونوا خير نكونوا اليس. تما حبطوه لتحت وداوه لبلاصه معزوله، وهنا مروان ضرب عليه بلوكا للراس، معلي ما مات يعني كان بليسي برك. هنا زينو حكم الموس اللي عطاته له خالته وضربوا بيه للكرش ومات. في زوج تبانيكا وشوط فهموا باللي واش داروا حاجه غاف، وقالوا يا جدك يعني باصينا. حكموا الجثه عليه وكانوا معولين يرموها في البحر، مي ما قدروش يعني كانت ثقيله عليهم، وزيد كانوا في لي غوشي معقد الحاله. عاودوا طلعوا جابوا ليسونس وكبوها عليه وحرقوه، وعاودوا طلعوا شوط ما صراشي، وراحوا ديريكتومون عند سميه وداو 150 مليون باش يحرقوا. صوف كون فتحوا قبل ما يقدروا يحرقوا، اصل مروان حكموه يعني طالع في البوطي. مع الاول مروان كر كل شيء، قال لهم زينو سلف لي دراهم. قالوا له شحال؟ قال لهم 45 مليون حطتهم له الخاله ديالو. من بعد بيان سور احترف بعد ما قالوا له باللي زينو اصلا بيعك خلاص. اصلا زينو غير حكموه وزيروه بيع ديريكتومون الخاله ديالو ومروان. قال لهم انا ما حبيتش نقتلوه، مي كرهت من هاد البلاد وكنت حاب نحرق ولازم نحرق، يعني كان قادر يدير كل شيء ويسمح في كل شيء باش يوصل وين راهو حاب. كي حكموا سميه كيف نكرت كل شيء، ومن بعد كي قالوا لها يا ودي خلاص واش حتى نكري راه نبيعوك، احترفت بكل شيء وهي حكيت يعني الحكايه تاع البروجي والحاله. تهموا بجنايه القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وتنكيل بجثه، وحكموا عليهم بالاعدام. لما طمعت في الدراهم وسمحت في مبادئها وحتى دينها باش تحصل على واش كانت حبه، ودارت خطه شيطانيه باش تقضي على زوجها. وزين ومروان خدعوا بالدراهم وحبوا يوصلوا للحلم ديالهم، لكن الثمن كان غالي بزاف، تنفيذ الخطة الشيطانية وقتل الشخص بريء. هذه القضية تاع اليوم الأحباب، واش رايكم فيها؟ قولوا لي في لي كومونتير. ما تنساوش تخلوا جيم إذا عجبتكم لا فيديو، تابوني باش يوصلكم الجديد كما قلت لكم، ونقول لكم تهلاو بزاف في روحكم وسلام.